يا مساء الخير ويا مساء روقان على جميع مشاهدي برنامج حبه روقان في تاني حلقات برنامجنا معاكم النهارده، واللي بيتعرض على قناه الصحه والجمال كل يوم اربع الساعه 2. ويلا بينا نبدا الروقان، بس قبل ما نبدا حلقتنا النهارده خليني ارحب بزبايني في البرنامج، وفاء سويلم واسلام ماضي. ازيك يا وفاء؟ ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ تمام. النهارده بقى عشان نحس بالروقان وراحه البال، في موضوع كده الفتره اللي فاتت كل السوشيال ميديا اتكلموا عليه، وهو السمنه. هنتكلم النهارده عن كل حاجه تخص السمنه والعوامل الوراثيه والوجبات السريعه بتاعه الاطفال اللي بتسبب لهم السمنه. ومساء الخير يا اسلام. مساء الخير يا وفاء. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا. يا مساء الروقان. بالظبط كده، البدايه بتاعتنا كانت شويه موتره لان احنا هنتكلم عن موضوع بيهم الناس كلها واكيد عانينا منه. موضوعنا النهارده موضوع السمنه وزياده الوزن. مين فينا ما جاش عليه فتره كان بيعاني من وزن زياده، حس ان هدومه مش مظبوطه عليه، اضطر ان هو يغير مقاسه للاسف للاكبر مش للاصغر. الوقت دوت بنتاثر جدا وشعور السعاده بيقل عندنا، ده بيزود عندنا الاكتئاب، ده بيزود عندنا حالات من التنمر بنتعرض ليها في الفتره الاخيره. ظهرت في المجتمع اللي احنا موجودين فيه. ده كله هنتكلم في موضوع حلقتنا النهارده اللي هو السمنه، هنتكلم عنه بكل التفاصيل. يمكن كمان يا جماعه من اهم المشاكل والحاجات اللي بتسبب مشاكل للناس اللي هي بتعاني من السمنه او زياده في الوزن، ان هم مثلا ينزلوا يعملوا شوبينج وما يلاقوش مقاسهم. دي حاجه بتعصبهم جدا، واذا كان هي بتعصبنا احنا ذات نفسينا. لو الاسخف من كده ايه بقى، ان هم ممكن يلاقوا مقاسهم تمام، بس ممكن يبقى اصغر درجه او درجتين. موضوع صعب جدا. موضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن السمنه وزياده الوزن. هيكون معانا النهارده مشرفنا في الحلقه دكتور رامي صلاح الدين، متخصص في العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. هينورنا في الحلقه ان شاء الله، وهنستنى معاكم ومشاركتنا، ولكن بعد الفاصل هينزل كل ارقام تليفوناتنا. اللي حابب يشارك، اي حد عنده مشكله، اي حد بيعاني في زياده من الوزن مثلا، حابب يسال الدكتور، هيكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل بسيط ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده عن السمنه، وهنتكلم فيه مع دكتور رامي صلاح الدين. منورنا يا دكتور. ميرسي خالص. نورتنا يا دكتور وشرفتنا في حلقه النهارده مثيره للشوائك. بنتكلم عن موضوع الوزن الزياده والسمنه. خلينا نبتدي في البدايه نعرف الوزن الزياده والسمنه، والموضوع بيبقى نقدر نقول عليه وزن زياده وسمنه. نبتدي نقول كده امتى؟ منورين دايما ومبروك على البرنامج الجديد يا رب، كده من تقدم لتقدم. السمنه بغض النظر عن التعريف اللي احنا هنقوله دلوقتي او الناس تبدا تصنف نفسها ازاي، بدات تبقى عائق كبير جدا للعجله الاقتصاديه وحتى للحاله الصحيه. الناس بدات السمنه بدات تتصدر دلوقتي احد اسباب الوفاه في المركز الثالث او الرابع تقريبا بعد امراض القلب والجلطات و فبدات تقرب من ان هي تبقى سبب او تبقى عدو لجسم الانسان. لما بنيجي نصنف المريض السمنه، الناس للاسف بتاخد الشكل العام هو التارجت بتاعها، يعني بيقف قدام المرايه، انا لا انا بطني مش مريحاني شويه، انا دراعتي مش مظبوطه، لا انا، وكل واحد بحسب وجهه نظره. يعني هو لو طبيعه جسمه عنده زياده في الوزن فيبدا يبص عليها بشكل غير اللي بيمارس رياضه، غير اللي طبيعي منظم اكله. شايف نفسه السوبر هيرو، يعني انا شايف نفسي كويس. لا بيدور على نفسه في حته. ايوه بيدور على نفسه في حته معينه. تمام. احنا عايزين نلخص القصه دي كلها في ان انت عندك معادله بسيطه خالص هي اللي تبدأ تصنف نفسك، هل انت مريض سمنه ولا مريض زياده في الوزن، ولا عندك سمنه مفرطه، ولا انت عندك نحافه، ولا نحافه مفرطه، ولا انت عندك ايه طبيعه مشكلتك نفسها. المعادله دي بكل بساطه هي عباره عن بادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم. انك بتاخد وزنك تقسمه على مربع الطول بالمتر، مش بالسنتيمتر، بالمتر، هيطلع لك رقم. بمعنى فلنفترض ان انت وزنك مثلا 60 كيلو جرام وطولك 160 سنتي، يعني راجل مثالي والدنيا زي الفل. هتحط فوق 60 الكيلوغرام، ده البسط بتاع المعادله. طبعاً. وتحت ال 160 سنتي اللي لما نيجي نحولها لمتر هتبقى 1.60 من 100. يبقى 1.60 من 100، في 1.60 من 100 هيطلع لي رقم، فوق 60 هيطلع لي في الاخر هو ده معدل كتله الجسم بقى. لو النتيجه دي ما بين 18 و25 فانت في النورمال ويت. اوكي. طبعا 25 هاي نورمال، يعني اعلى حاجه، او ال 18 لو نورمال اقل حاجه في الطبيعي. من 25 ل 30 فانت زياده في الوزن، من 30 ل 35 فانت سمنه، 35 فيما فوق فانت سمنه مفرطه. سمنه مفرطه يعني انا مش عايز اقطع حضرتك، بس الارقام دي مهمه جدا، استاذنك نقولها تاني ونركز فيها جدا عشان نقدر بعد كده نقدر نحدد احنا
طبيعيين او مش طبيعيين، يعني في زياده في الوزن محتاجين نعالجها ولا الموضوع معانا ماشي بتسلسل طبيعي؟ فاستاذنك الارقام دي تاني عشان بس مشاهدين يركزوا فيها اكتر. الميزه في البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم، انت لما بتبدا تاخد دلوقتي وانت قاعدين ورقه وقلم هتطلع نفسك تصنف نفسك على اساسها تبدا تدور على حل لمشكلتك. بالظبط. احنا لسه في بدايه المشكله ولا احنا وصلنا لمرحله كبيره ولا لا؟ بتاخد معدل كتله الجسم الوزن على مربع الطول بالمتر. وزنك اللي انت فيه اوريدي دلوقتي وليكن 80 90 كيلو جرام، ده فوق. تحت مربع الطول بالمتر، طولك 160 فهنحوله للمتر هيبقى 1.60% في 1.60%، هيطلع في الاخر رقم. لو الرقم ده من 18 ل 25 فانت في النورمال، في النورمال وزنك طبيعي. تمام. زي ما قلنا 25 ده هاي نورمال، 18 ده لو نورمال، يعني انت على البوردر لاين، يعني انت داخل على سمنه او داخل على نحافه. على نحافه بالظبط. من 25 ل 30 ده زياده في الوزن. تمام. من 30 ل 35 ده سمنه، 35 فيما فوق ده سمنه مفرطه. اوكي. ارقامك كبيره بقى. اه. تمام؟ كذلك في النحافه، من 18 ل 15 فده نحافه، من 15 ل 12 فده نحافه، يعني الموضوع زياده تحت بقى خلاص بقى احنا داخلين في مرحله مرضيه. ده التصنيف اللي تبدا تفكر انت خلاص انا 25 دلوقتي البادي ماس اندكس بتاعي مثلا 26 فانا في البوردر بتاع زياده الوزن، لا الجا لمتخصص. احاول بالظبط. الحق نفسي. آه. مش لازم تحصل مصيبه، مش لازم يبقى في مشكله كبيره، مش لازم يبقى الكرش قد كده، مش لازم تبقى زياده الوزن كبيره عشان تبدا تدور لي على حل. اخلى لنفسك الحل في مرحله الوقايه، في البدايه مش لازم يعني الوقاية. لما بنلاقي نفسنا كده مثلا في البدايه ابتدت الامور يعني تهرب مننا زي ما نقولها كده بالظبط كده، نلحق نفسينا بقى نروح للدكتور كده نظبط الدنيا قبل ما الدنيا ايه تبوظ. نروح لدكتور، خلي بالك عايزين نحط عليها تحتيها مليون خط. نروح لدكتور. آه. بالظبط كده، عشان في ناس بتتصرف يا جماعه من دماغها، ده حقيقي، والدنيا بتبوظ اكتر. البيجز بتاعت الفيسبوك والسايتس على الانترنت، وتخش تلاقي حفلة برامج وحفلة آراء وجهات نظر. والمصيبة دلوقتي ما بقتش الاختلاف في ان انت تفطر الساعة 8 لا نفطر الساعة 9 لا، بقى في اختلاف في النواحي العلمية. يعني الاقي ناس النهارده كانت بتتكلم على جروب من الجروب المشهورة بتتكلم على الانسولين والجروث هورمون، انت دخلت بقى خلاص جوه العلم، فما فيش فرصة للفتي او فرصة انك تبدا. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجة يا دكتور، ان مثلا في ناس بتجرب حاجة معينة تمام، فبناء على الحاجة دي هي نجحت معايا فبديك رأيي فيها، مع ان الحاجه دي ممكن ما تنجحش مع الشخص التاني. وعلى فكره النجاح مش نسبي. أوه. النجاح للاسف الناس بتربطه بالارقام. يعني انت وزنك 90 بقى 70 انا نجحت، لا انت ما نجحتش. في خلال ال 20 كيلو جرام دول او المرحله او التجربه العلاجيه دي انت طلعت بايه؟ طيب. انت كويس قوي نزلت 20 كيلو، شعري بيقع، بشرتي بايظه، ضوافري متكسره، صرت على حاجات الوزن مش قادر بطريقه صحيه. الله ينور عليك. عضلاتي بايظه، دنيتي مش مظبوطه، يا فرحتي بقى بالرقم. والطريقه، هل انت نزلت بالكيرف بسرعه؟ ما انت هتطلع بسرعه. طب يا دكتور من وجهه نظر حضرتك، هل السمنه بتعتبر مثلا عوامل وراثيه مثلا، ولا بترجع مثلا للعوامل البيئيه اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ ده سبب من ضمن الاسباب. السبب ممكن يبقى سبب وراثي، ممكن يبقى لايف ستايل، طبيعه اكل، قله ممارسه نشاط. ونتكلم دلوقتي على المعادله المهمه جدا في عالم التغذيه كلها، الانبوت والاوتبوت. فانت في اسباب كتير جدا من ضمنها الجينيتك او الحاله الوراثيه. هل ده مبرر لان انت ما تخسش؟ لا طبعا خالص. حتى لو عندك حاله وراثيه في ان انت، انا والدي ووالدتي زياده في الوزن، هم ما حاولوش، فخلاص اتصدرت الفكره لاولادهم ان انت ده انا بابايا ومامتي تخان فانا هفضل تخين. لا هي وراثه. حل يبقى عمليه. لا ايوه لا، انت هتمشي دايت وهتمشي كويس جدا، بس هي لفظ دايت هي اللي بيخون الناس، او الناس بتبدا تاخد خطوه لورا من لفظ دايت. لا انت هتمشي اللايف ستايل ده وهتمشي وهتخس وهتبقى كويس جدا زيك زي اي حد. بس طبيعي. المشكله بتاعتهم بس ما بتجربوش دي المشكله، ان معظم الناس ما بتجربش او ما بتحاولش. تمام. ما انا قلت لك احنا بنستنى لما الموضوع يكبر. صح. يبقى العائق كبير فعلا، وتبدا تقاوم. نتفاجئ بالنتيجه للاسف. هو ده طب يا دكتور دلوقتي ناس كتير جدا ممكن تتعب وتروح لدكتورز كتير قوي، عندنا مشاكل من 1 2 3 وفي الاخر بيكتشفوا ان هي من السمنه، عايزين نعرف ايه المشاكل اللي بتسببها السمنه. السمنه ممكن تبقى سبب او ممكن تبقى حاجه سكندري نتيجه لحاجه. السمنه كفيله ان هي تعمل لك مرض سكر، ممكن تعمل لك ضغط عالي، ده غير بقى مشاكل الجهاز العظمي، الم اسفل الظهر، الم الرقبه، ركبك. وللاسف الكوليسترول الدم العالي. ده انا لسه هكبر لك الموضوع ده. انا بقول لك الحاجات اللي هي ممكن تبقى مدريه. عندي شويه وجع في ظهري فاكبر دماغي، هو كرش قد كده مثلا. عندي شويه وجع في ظهري فخلاص. عندي ركبتي مش قادر اطلع وانزل سلم، مش مشكله. بيبدا زي ما قلنا في الاول ان هو بيبدا يلجا لما المصيبه دي تكبر بقى، نخش بقى في كوليسترول ونخش في جلطات وقلبي يبدا يحصل مشكله نفسها. بسبب زياده الوزن. انت ما تستناش لما تحصل المصيبه دي عشان تبدا تجي لي. طب احنا معانا تليفون مدام ولاء من القاهره. ايوه حضرتك. الو ازاي حضرتك؟ ازيك يا قلبي؟ اتفضلي.
معلش، هو انا وزني 140 كيلو. تمام. ومش عارفه اعمل ايه. تمام. هو انا كده بكلم الدكتور ولا ايه؟ اه حضرتك، هو الدكتور سامعك، اتفضلي. انا 140 كيلو، طولي 158 وعندي 26 سنه. تمام. تعبانه ونفسي تعبني من كتر الدخن ومش عارفه اعمل ايه. طب كويس، مش عارفه اخس خالص. احنا عندنا مشكله كبيره. اول خطوه، انت فكرتي تروحي المتخصص؟ رحت للدكتور. هو انا اصلا يعني عارفه كتير عن الرجيم والحاجات دي، رحت للدكتور ما فادنيش. ما فادكيش؟ اللي هو ما فادنيش يعني. انا في قريه في الصعيد، فما عرفتش استفاد منه، ما عرفتش امشي معاه، وهنا ما فيش جيم وما فيش طلوع، فمش عارفه اعمل ايه. ما فيش اي فرصه لممارسه النشاط في البيت حتى؟ انا عايزه اسال برضه على دي. هو انا بعمل رياضه مع نفسي كده لمده ساعه. تمام. بس انا دلوقتي عشان تقريبا انا في 11 يوم زدت 11 كيلو. تمام. انت متزوجه؟ في 11 يوم زدت 11 كيلو، كنت في الزارع عند اهلي وزدت 11 كيلو. عند اهلك يبقى متزوجه. فاللي هو توصوا بيها شويه. كملي اتفضلي. طيب تمام، انا هجاوبك. خسيت ال 11 كيلو بعد ما تخنت ال 11 كيلو دول، اللي هو مش قادره اتحرك ومش قادره اقف ومش قادره اعمل اي حاجه. كنت بعمل مجهود ساعه في اليوم، دلوقتي بعمل حوالي دقيقتين في اليوم وبتعب. طبيعي. قلبي وجعني جدا. طبيعي طبيعي. طيب حاولي. عايزه حل، عايزه حل والله العظيم. انا تعبت يعني 140 كيلو، 26 سنه، انا تخينه من وانا عندي من صغري، يعني من وانا عندي 15 سنه وانا 120 كيلو. طيب انا هجاوبك، ركزي معايا كويس جدا عشان تطلعي بنتيجه حلوه تساعدك ان انت تتخلصي من المشكله دي ان شاء الله. ان شاء الله باذن. طب مشكله زي اللي معانا دي مثلا يا دكتور، هي بتقول ان هي وزنها عندنا هيستوري قوي جدا وسمنه من بس للاسف الثقافه دي انتشرت مؤخرا. كان زمان ايه دكتور تغذيه وايه يهتم لي بالاكل وايه التبعيات اللي بعد كده، لا الناس ما كانتش زمان بتركز. فالموضوع بيكبر يكبر يكبر لغايه لما بقت 26 سنه، 140 كيلو جرام، 158 سنتي، وهي طولها 156. الارقام بقت هيوج. ده اللي كنا لسه بنتكلم فيه حالا قبل المكالمه، ان احنا استنينا بنستنى يا جماعه لغايه ما بنوصل لمستوى او لليفل احنا بنتعب عشان نقدر ان احنا نرجع نعمل يوتيرن ونرجع تاني للمستوى الطبيعي بتاعنا والنورمال ويت اللي احنا بنتكلم فيه. نقدر نعمل ده، بس نقدر نعمل. نقدر نعمل بالظبط. طب يا دكتور في حاله زي كده مثلا، يعني ايه المفروض الحل اللي هو أولا تقدر تستخدمه؟ اولا لازم دكتور. تمام. في الحاله اللي زي دي لازم في الاول بيبقى في فحوصات بتتعمل عشان نبدا نصنف الحاله دي عندها مشاكل. انا قلبي بيتعبني. انا ما ينفعش اطلب. الناس بترمي عبء كبير قوي على الرياضه. الناس مقتنعه ان الرياضه ممكن تنقلها من حاله لحاله ثانيه خالص بدون اكل. خطا تماما. الرياضه ما بتقدملكش كتير زي ما انت متخيل. احنا بنتكلم في 30 الدايت هو اللي 30 يعني العامل بتاع الاكل عليه يعني عامل اساسي اكتر من 60%. تمام. يعني الجوجينج او الهروله حوالين التراك لمده 30 دقيقه بينزل لك تقريبا 400-450 سعر حراري. يعني كنز وبارت شوكليت قد كده خلصت اللي انت واكلهم قبل كده اوريدي ولا هتاكلهم بعد كده اصلا يعني. خلصت الموضوع. فانت بترمي عبء كبير. ده رقم واحد. رقم اثنين، 140 كيلو جرام، فانت بتتكلم في عدم توازن قوة على الجهاز على العظم. ده بيسبب لي مشكلة. يعني تيجي تقول له مثلا امشي، هيمشي دقيقة ولا دقيقتين هيقول لك ظهري بيوجعني، ركبتي بتوجعني، ما اقدرش اتكلم، مش قادر اخد نفسي، مش قادر امارس اي نشاط. تمام. فانت عشان ترمي على الرياضة بدون الاكل مش هتقدم لك ولا هتاخر لك جديد. هو الدايت هو الاساس اكتر من الرياضة. بالظبط. 60% الاكل بيبقى عليه عبء كبير جدا. وبعد كده نوع الرياضه بيبقى ليها دور برضو، يعني سواء كان كارديو او ويت. احنا برضو يعني قلنا في الكلام اللي احنا قلنا وسيلتين مهمين جدا، دايت وريجيم والنظام الرياضي. الرياضه لابد منها، ممارسه الرياضه مش بعشوائيه. في برضو حاجات جديده او نقدر نقول الكيميكلز بقى والادويه دخلت في مجال الوزن الزياده والتخسيس وحرق الدهون. دخلنا في السياسه كده. لا مش سياسه اكتر من ما احنا عايزين برضو نوضح للمشاهد امتى يستخدم الرياضه. يعني مثلا 140 كيلو، احنا بنتكلم ان احنا لو قلنا لها المشي بالنسبه لها هيبقى متعب وهيأثر على العظم. طب بعد كده اول وسيله تستخدمها ايه، وبعدين الرياضه يجي بعدها. فاهم قصدي؟ هقول انا لما اجي احل مشكله زي دي ما ينفعش يبقى في دقيقه او دقيقتين ممكن أكيد. اقول لها الحل. انا اقول لها الفكره عامه. اول خطوه هتروح للمتخصص. عن طريق المتخصص او عن طريق الفحوصات هتتبني البلان بتاعتها، هي هتمشي انهي سيستم من نظام التغذيه، انهي ممارسه رياضه. طب العوامل المساعده، العوامل المساعده دي مش عشوائيه يا جماعه. ما ينفعش انت تفتح صفحه على الفيسبوك وتلاقي كذا كذا كذا. معانا طيب تليفون. احنا معانا تليفون دلوقتي يا دكتور. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ممكن اسال الدكتور؟ طبعا دكتور، مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 62 سنه او 63 سنه وعملت رجيم كذا مره وبنزل. انا طولي 140 او 145 ووزني دلوقتي لسه وزن امبارح 77700. تمام. فدوت وانا اصلا عندي شلل اطفال ومركبه شريحه بمسامير في رجلي اللي فيها شلل اطفال. كل ده بيأثر عليا انا. انا بعمل ريجيم بنزل.
لكن لما بمشي بعيش حياتي بعد كده عادي ببص الاقي نفسي ناس زدت تاني. يعني انا اخر مره كنت 70 كيلو وكنت فرحانه بنفسي من قبل رمضان. انا فوجئت امبارح ان انا بقى انا بوزن نفسي لقيت نفسي 77 700. ال 7 كيلو اللي نزلتيهم دول النظام اللي انا بمشي عليه حضرتك، انا باخد كوبايه هو صوت بيقطع بس حضرتك. الو ايوه معاك اتفضلي يا فندم. النظام اللي انا بمشي عليه باخد كوبايه بن لما بكون بعمل دايت، بقى باخد كوبايه بن اخضر مغلي الصبح وكوبايه لبن، ده بيبقى افطاري ما باخدش حاجه تاني. تمام تمام كملي. الظهر بقى باخد 5 معالق رز او 5 معالق مكرونه مع الخضار اللي انا طبخاه مع لحمه او فراخ او اي حاجه مع طبق سلطه. تمام. بالليل بقى كوبايه زبادي بالليمون، ممكن اخد معاها رغيف سنه او ما اخدش. تمام. لكن بعد كده ما اكلش حاجه، ميه بقى على طول، حتى ازازه الميه جنبي كل شويه اخد شويه ميه. جميل. ده بينزلني. جميل. لكن انا لما ببطل النظام ده خالص بضطر ان انا غصب عني بتخن، ودوت بيأثر عليا عشان رجلي وشغل الاطفال اللي في رجلي. ده طبيعي، طبيعي. طب الخطوه اللي بعد كده، الاسبوع اللي بعد كده نظامك بيمشي ازاي؟ او انت متبعه انهي؟ انا بقى كله كل نظامي بمشي الصبح كوبايه لبن مع كوبايه البن. ده النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، ان الناس بدأت ان هي بدأت تفكر في انها بتخلق لنفسها برنامج عشان تمشي عشان عليه، وده في حد ذاته مش حاجة كويسة. طب احنا عندنا مشكلة في ضغط سكر اي حاجة من الحاجات دي؟ شكرا الخطاطة. خطاطة خلاص ميرسي جدا. نفس الفكرة، الناس بيبقى بيتهيأ لها ان انت كنت بتاكل رغيف عيش فبقى نص رغيف فانا هخس. طب بعد كده، طب انت هتعيش حياتك كلها على النص رغيف؟ انت خلاص قررت ان النص رغيف هو هيبقى افطارك، هي قررت ان هي هيبقى بن اللي هو قهوه خضراء يعني وكوبايه لبن ده افطارها. طيب انت نشاطاتك شكلها عامل ازاي؟ بالظبط. طب انت بتشتغلي مثلا الساعه 7 الصبح ولا الساعه 11 والساعه 12؟ طب انت محتاجه طاقه تتكسر دلوقتي ولا محتاجه طاقه تتكسر بعد 5 6 ساعات؟ على اي اساس قررتي ان تاخدي بن وتاخدي لبن؟ طيب انت دلوقتي لو عندك مشاكل في ال 63 64 سنه، طبيعي ان يبدا يحصل خلل في نبضات القلب او يحصل خلل في الضغط، يا يعلى يا يوطى. بناء على ايه خدت القهوه الخضراء؟ وان القهوه الخضراء فيها كافيين ممكن يعلي لك الضغط. يبقى انت بتعالجي السمنه وعملتي لي مشكله ثانيه كبيره جدا. كذلك الالبان، انت تضمني منين ان انت ما يكونش جسمك دلوقتي عنده حساسيه ضد اللبن؟ الحاجات دي كلها لازم متخصص عشان تبدا لان دي خطه علاجيه يا جماعه، هي القصه كلها مش قصه اكل. منين اتوجد الكيتو دايت ومنين اتوجد اتكنز ومنين اتوجد الناس دي كلها؟ اتوجدت ليه؟ دي خطط علاجيه. الالبان نفسها فيها مشكله، يعني كل مشتقات الالبان اعتقد فيها حسب المريض اللي قدامي. ما ينفعش اجي اقول لك انت تاكل بروتين، انت تاكل كربوهيدرات، انت تاكل دهون، على اي اساس؟ على اي اساس؟ ده للاسف الناس فعلا لسه برضه عايزين نحط عليه سبوت يا جماعه طول الحلقه، لان احنا بنستغل او بنستخدم بعض الاساليب بتكون غلط معانا، وعلى اساسها برضو بنرجع بعد كده للاستسلام، فبنرجع ان احنا نقابل المشكله في الاخر برضو نقابلها كبيره. بالظبط. احنا خلينا نجاوب بس على المتصله الاولانيه. هي سالت سؤال مهم جدا، هل انا في البيت ممكن امارس رياضه ولا لا؟ طيب اولا ممارسه الرياضه مش معنى ان انت شغل البيت وتشيلي وتحطي وتعملي وتنشري والجو ده وتيجي تقولي انا ما بخسش. كتير دي مالهاش علاقه بالرياضه. الستات المصريه دلوقتي بتتخيل ان شغل البيت هو الرياضه. مليون خطه دي مالهاش علاقه بالرياضه. أوكي. انت كل اللي بتعمليه ان انت بتعملي تاكل في العضل، تاكل في العضلات ومصايب ومشاكل كبيره جدا انت هتجني ثمارها بعد كده. فدي مش رياضه. الرياضه لازم تتمارس بصوره معينه عن طريق انت عندك دلوقتي العضله، في حاجه اسمها باور يعني قوه، وفي حاجه اسمها انديورنس يعني تحمل، وفي حاجه اسمها الاستيستي يعني مرونه. انت بتدور على انهي واحده فيهم بالظبط وعلى اي مكان؟ هل انت هتهتم بعضلات الظهر ولا بعضلات البطن ولا ولا ولا؟ فبقت بلان، بقت خطه علاجيه من ضمن الخطط العلاجيه. فانت مثلا لو هترقصي مثلا ساعه في البيت زومبا بيلي دانس ايا كان حاجه بالنسبه لي حلو قوي كويس جدا طول ما فيش وجع. انت بس بتعملي شويه حركات بتزود الليونه بتزود المرونه و و و. طب انت لو عندك 140 كيلو جرام زي المتصل الاولاني فطبيعي هتلاقي في بطن كبيره، الام اسفل الظهر، وجع في ظهرنا، فهاجي مثلا اقول لها ايه طب اطلعي وانزلي سلم، هي 5 دقائق وهتيجي تقول لي ده انا عندي مصيبه في رجلي وفي ظهري. فطبيعه الرياضه بتبقى صعبه. بالظبط. اكيد. معانا تليفون تاني. الو مساء الخير. اتفضلي معانا، ما انت معانا على الهوا، معانا الدكتور رامي النهارده بنتكلم في السمنه. كنت 137 تمام انا دلوقتي ب 69. جميل. إيه انا بادئه الرجيم ده يعني داخله في سنه اهو. جميل تمام. لوحدك ولا معاكي حد؟ لا لوحدي. ماشي كمل. طيب إيه بس دكتور انا نزلت جامد ووشي نزل طبعا طبيعي. إيه بس انا كنت ماشيه على الميه ما كنتش يعني كنت باكل حاجات اللي هي قليله قوي، بس انا كنت 39 ولغايه دلوقتي 69، هل هو حلو كده ولا ايه؟ بس عايزه برضه ان وشي يرجع تاني.
بصي هو كويس قوي ان انت نزلتي كميه الكيلوات دي. انا مش هسالك عن الخطه عشان انا عارف ان الموضوع ده طويل، في سنه انت هتحكيها هتاخدي وقت كبير جدا. هل انت خرجتي من التجربه دي بمشاكل، مشاكل صحيه؟ انهي تجربه بقى؟ تجربه الدايت من 139 ل 69. لا احسن احسن في كل حاجه. طيب كويس قوي. يعني انت دلوقتي ماشيه على نظام مثبته نفسك، مثبته ميزانك فيه؟ لا مش مثبته، ما هو ده برضه عندي مشكله، خايفه ان انا ارجع تاني. خايفه ان انت ترجعي تاني. انت عندك كام سنه؟ أنا 28. 28. طيب حاضر هجاوبك. شكرا. عدد كيلوات كبير جدا اكيد في مده زمنيه ممكن تكون كويسه سنه، لو ما كانش مترتب بترتيب ثابت وواضح وصريح وصحي عشان هي دلوقتي بتقول لك وشي ما اثرش على حاجه بعد كده. هي بتقول لك وشي. الوش عباره عن دهون طبيعي، انت لما بتعمل دايت وشك بيخس، بس في فرق بين وشي خاسس ووشي بهتان او وشي مخطوف او وشي مصفر. فرق شاسع. خسيت اتس اوكي، ما فيش مشكله، وشك هيخس طبيعي. بس لما اجي ابص على وشك هحس ان انا مرتاح مش متضايق. بالظبط. لكن في شخص بيخس عدد كيلوات كبيره جدا تيجي تبص عليه تقول انت مريض، انت عيان، انت فيك حاجه مش مظبوطه. هنا يبقى في خلل في التجربه اللي حصلت. ما اخدش بدائل مكملات للدايت اللي اخده. مش فكره مكملات، هي كلها سيستم واحد. يعني المكملات ده جزء من اللي كنت لسه عايز اجاوبك على موضوع الادويه. بالظبط. جزء من الاسيتولين. لا احنا عندنا مشكلة تانية برضه. طب يا دكتور احنا من هسأل السؤال ده. عندنا مشكلة تانية من المشاكل اللي جات لنا مثلا على الفيسبوك عندنا، ان واحدة بتقول اسمها سولا، بتقول انا عندي بنتي عندها 10 سنين وعندها كرش. حلو. تمام. وهي ماشية على نظام غذائي معين، جسمها بينزل ولكن كرشها مش بينزل. دي مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة جدا اللي ممكن تقابلنا. تلاقي طفل عنده 10 سنين وعنده زيادة في الوزن، لا بيعرف يختار صحابه ولا بيعرف يلعب ولا بيعرف يعمل أي مشكلة خالص. تمام. الجسم كله عباره عن جيوب. تمام. جيوب خلايا دهنيه، جيوب صغننه، جيوب كبيره، ايا كان توزيع الجسم. يعني في ناس بتيجي تلاقي البطن بالنسبه لها هي الجيوب الكبيره، في ناس ثانيه الدراعات، في ناس ثانيه الارداف، في ناس ثانيه الرجل. طبيعه الجسم تحت حسب تقسيمه الدهون بتاعتك. تمام. لما تيجي بتمشي بخطه علاجيه، الخطه العلاجيه دي زي ما احنا قلنا اكل ورياضه. تمام. تمام. الطفل عندها 10 سنين، في 10 سنين انا هيبقى عندي بريكوشنز، انا بمرحله نمو. أكيد. مرحله في عظم، في عضلات بتكبر، فانا لازم اخد بالي من السورسز بتاعه فيتامين د والكالسيوم و والحاجات دي كلها. اكيد هي الدكتور اللي هي متابعه معاه اكيد بيفكر بنفس الطريقه، لان هي دي الطريقه الستاندرد او الطريقه العلميه المظبوطه. طيب الجسم لما بيجي يكسر بيكسر ايه؟ بيكسر الصغير، ما بيكسرش الكبير الاول. تمام. بيجي يروح الخلايا الدهنيه الصغيره ياخد منها شويه الطاقه بتاعته ويمشي الدنيا، وبعدين بعد كده يبدا يلجا للقصه دي. عشان كده المناطق يعني كرش ارداف او اي حاجه دي بتبقى ليفل بعد كده. طيب. الجسم بيلجا لها بعدين. تمام. في بعض العوامل المساعده زي الاجهزه اللي بتستخدم دلوقتي لوكالايزد على المكان، بغض النظر عن هي طفل، يعني لو بنتكلم على حد كبير عنده كرش، الاجهزه دي برضو يا جماعه بتستخدم في نطاق محدود. هو مش اوفر، انا مش عامل لك عرض انك تيجي تاخد 5 جلسات تاخد عليهم جلسه هديه، فانت بناء على ايه وامتى؟ مش كل اللي بيخش قاعد قدامي ده مقرر له انه يخش يعمل كرايو او كافيتيشن او او او. معانا تليفون. معانا تليفون. يلا. الو. الو. ايوه فندم اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيكي. اسمي سمر. اهلا بيكي يا سمر، اتفضلي سؤالك ايه؟ ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي اتفضلي. بصي يا دكتور، انا وزني 75 كيلو. جميل. وطولي 160. جميل. وانا كنت متابعه، انا كنت متابعه مع دكتور نفع عشان حمل وكده، بقالي 4 سنين متجوزه ما حصلش اي حمل، فقال لي لازم تنزلي. تمام. اداني برشام ماشي عليه. اسمه برضه ما بحسش باي نتيجه. اسمه زي ما هو. اسمه ايه البرشام؟ اسمه ايه البرشام؟ برشام تخسيس ولا برشام علاجي؟ ايه؟ برشام عشان تخسي ولا برشام علاجي للمشكله اللي عندك بتاعت الحمل؟ لا للاثنين يعني، هو خصوصا ده اللي لازم جسمك ينزل شويه. حلو. فهو قرر انه يديكي علاج دواء عشان تخسي. ومنه علاج ليا عشان انا عندي تكيس على المبايض. جلوكوفاج يعني او سيدوفاج؟ بالظبط كده. طيب تمام تمام. بس يا دكتور انا اكتر حاجه عندي منطقه الكرش ومنطقه الصدر كده اكتر حاجه يعني. طيب حاضر هجاوبك. شكرا. السمنه الموضعيه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، مريض البي سي او او مريض تكيس ومبايض، دايما بتلاقي منطقه البلفيك هيب ريشيو او منطقه الحوض بالبطن بالقصص دي دايما بتلاقي عنده زياده في الوزن، وبالتالي بالتبعيه دايما بتلاقي عندهم مشكله البي سي او. فالدكاتره بتدي الجلوكوفاج، الجلوكوفاج ده بيشتغل زي الانسولين، ممكن يكسر الجلوكوز اللي موجود في الدم فمنه يخسس، لكن هو اوريدي اصلا موجود عشان علاج لمشكله البي سي او او مشكله تكيس المبايض اللي عندها. عشان تفرق كتير. بيساعد برضه في موضوع الوزن، وبيقدر ان هو شويه بيقلل معاه
معانا برضو بس بعمل بسيط. حلو قوي، بس ما ينفعش يبقى رقم واحد يعني. ما ينفعش اجي اقول لك انت عايز تخس اتفضل خد جلوكوفاج. دلوقتي بقى هو المستخدم اصلا في اغلب دي جريمه. دي جريمه لما دكتور يجي يفكر لشخص عادي قاعد قدامي ما عندوش مشكله تستدعي ان انا اديله جلوكوفاج او سيدوفاج او اي حاجه من الحاجات اللي بتشتغل مع الانسولين، فانت يعني بتجرجره كده تقول له تعالى انت هتبقى من غير اسامي بس من غير ذكر اسماء ادويه عشان الاعلانات. لا 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 مسمى مش ما فيهوش اوبشنز يعني ما فيش جلوكوفاج وفي سين وصاد وعين وغين. هو بقى بيدور دلوقتي يعني ما ينفعش يتاخد وبتاخد عشان علاج مرض معين. فبالتالي لازم تمشي على حميه غذائيه، لازم تلجئي لدكتور تكملي البلان بتاعتك. الناس بتيجي زي ما قلت لك في الاول ان نظرتك لنفسك هي المقياس. في واحد بيجي قدام المرايه انا جسمي كده حلو ولطيف انا مرتاح مش شايف ان في مشكله بالظبط. رقميا ممكن ما يبقاش يبقى صح يعني، هي لو طولها 160 فانت بتتكلم تقريبا النورمال ويت تقريبا يعني 56 كيلو جرام تقريبا. تمام، ف 56 من 70 رقم بعيد شويه، في حين ان هي ممكن تكون شايفه نفسها كأنثى دلوقتي في الوضع ده كويس، انا مرتاحه ومبسوطه، وبالتالي هبدا اشتغل على الاكل اللي هو الكربوهيدرات اللي هي السبب اللي هي بسببها بتاخد الجلوكوفاج عشان مشكله البي سي او. بالتبعيه بتخس وفي نفس الوقت بتخدم على المشكله اللي موجوده عندها. كيلو او اتنين فات لمريض البي سي او او للناس اللي عندها تكيس مبيض ما تتخيلش بتفرق قد ايه. كتير جدا طبعا. كوزن كشيب كلبس وكمان كعلاج. فانت لازم ترجعي للدكتور تغذيه. طبعا هو دكتور النساء على عيني وعلى راسي، بس هو تخصصه في حته معينه دكتور التغذيه عشان يبدا يساعدك ان انت تتخلصي من مشكله البي سي او قبل ما يخليك تخسي كمان. لا مشكله تكاسل فعلا المبايل. الدكتور لما تروح لدكتور نساء وبيبقى في مشكله سنه يقول لها اعملي دايت الاول وامشي عليه مظبوط وبعدين تعالي لي احلل لك مشكله التكيسات. لا وكمان هي اوتوماتيك بتكون اتحلت. بتاخر الحمل يا دكتور الدنيا. بتاخر الحمل وانس ان هي اتحلت خلاص بتبقى فرصه الحمل كبيره جدا. دهون على المبايض فبتبقى حائل من ان عمليه التبويض تحصل تبقى مشكله كبيره جدا. الدايت او الخساسان بصوره سليمه علميه مظبوطه تبقى حل جذري للناس دي، خاصه زي ما قلت لك بتبقى منطقه. طب بالنسبه لمرضى التكيس على المبايض بيكون عندهم زياده موضعيه في بعض المناطق. جميل. طب انا لو بني ادم طبيعي عادي جدا ما عنديش اي نوع من انواع المرض الحمد لله، بس برضو عندي زياده موضعيه، الزياده الموضعيه دي بتتعالج يعني هيبقى نظام الدايت مؤثر فيها ولا بيأثر على جسمي كله؟ وهل الرياضه لازم اشتغل على المنطقه دي بالذات عشان تشتغل ان انا اقدر احرق فيها واكسر فيها، ولا بشتغل على الشيب كله؟ طيب خلينا نفترض ان في كيس جايلنا دلوقتي بتتكلم معانا بنفس الطريقه اللي انت بتقولها وعندها طيب. المشاكل دي كلها. انا مثلا كدكتور تغذيه ايه الخطوات اللي اخدها؟ بالزبط. اول حاجه انا هطلب في شويه فحوصات عشان اطمن ان الجسم حالته الصحيه كويسه وان هو مش هيعقني، ما يبقاش مثلا شخص على البوردر لاين بتاع الدايبيتك ان هو مريض سكر وانا اعكله الدنيا اخليه مريض سكر. على البوردر لاين بتاع الكوليسترول فممكن بسذاجه اديله كيتو دايت مثلا فيروح جاي معلي له الدهون اهو مريض كوليسترول عالي. تمام، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ننظم النقطه دي. لما بيجي لي بنبدا احط له البلان، اول حاجه بتبقى دايت تغذيه ممارسه رياضه بصوره معينه زي ما انت بتقول ان هو بيمارس رياضه على المنطقه اللي بيشتغل عليها بس بصوره سليمه. الناس لازم تبقى عارفه ان الكارديو تمارين الكارديو بتحرق كتير اكتر منها من تمارين زي التمرين. طب يا دكتور احنا هنطلع بس فاصل حسيت كده ونرجع تاني خليكم معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقه جديده من برنامجنا حبه روقان. حلقتنا النهارده بنتكلم عن السمنه، موضوع تقيل موضوع قوي ناس كتير بتعاني منه، زياده الوزن ازاي نعالجها وايه الامراض اللي بتسببها وايه الوسائل اللي نقدر نتصدى ليها. تمام، من المشاكل اللي معانا برضو يا دكتور ان في واحده معانا مريضه كانسر. تمام، بتقول عايزه تعرف راي حضرتك ان في نظام اسمه كيتو، بتسال حضرتك هو ده صحي ولا مضر؟ بتقول ان الناس بتحسن عليه كتير جدا، وهل يصلح لمرضى السكر والكانسر ولا لا؟ طيب يعني ايه كيتو دايت؟ كيتو دايت الفكره باختصار شديد برضه عشان هي ازال قاعده كبيره. انت بتشفت السيستم من سيستم كان شغال على الجلوكوز از سورس اوف انرجي كمصدر للطاقه لجسم شغال على حاجه اسمها الكيتون بادز كمصدر للطاقه. الكيتون بادز دي كل دورها بتعمل ايه؟ بتخش تكسر لي الدهون المخزونه عشان تبدا تترجمها للطاقه. طيب الكيتو دايت ايه اللي بيحصل؟ من 70 ل 80% من وجبتك لازم تبقى دهون. اوكي ما خدتش الدهون دي كلها الكيتو دايت باص.
10% بس شويه صغننين كده بروتين و5% كربوهيدرات. عكس الانظمه الثانيه تماما. عكس الطبيعي. عكس الطبيعي بالظبط. احنا بناخد فات، احنا بناخد دهون 80%. يعني انت بتصحى الصبح، في حاجه مشهوره جدا 80% فات كيتو دايت. الناس اللي بيشتغلوا على كيتو دايت حاجه حلوه، يصحى الصبح ياخد فنجان قهوه عليه حته زبده. متخيلين الجريمه اللي بتحصل؟ طبعا. ياكل الفول ما ياكلوش غير بزبده، ما ياكلش، ياكل البيض لو اومليت معمول بزبده، شوربه كريمه، لو بتاكل اللحمه ما ينفعش تجيب حاجه اسمها لحمه متشفيه، او تيجي تاخد الفرخه تشيل الجلد بتاعها، ما خدتش دهون، الكيتون باديز دي مش هتطلع، مش هتشتغل. تمام. وهي دي اللي بتبدا تكسر لي الدنيا. طيب انتوا قلتي لي مريض سكر، احنا حلو قوي ان احنا قلنا ايه، احنا عندنا مرض. يبقى معنى كده ان الدايت ده يا جماعه مش معمول لي ولا معمول لك او معمول للناس الطبيعي، الناس اللي ما عندوش مشاكل. انت عندك مرض، وبالتالي انا هبدا اخلق لك الحل. مريض السكر، السكر كل ازمته مريض الدايبيتك خاصه تايب 2، ازمته في ايه؟ الانسولين بيطلع بس ان الجلوكوز ما بيخشش جوه الخلايا عشان يتحول لطاقه. يبقى انا عايز ايه؟ ما يبقاش عندي لا جلوكوز ولا انسولين. فبدا يتواجد الكيتو دايت. يبقى الكيتو دايت من انجح الانظمه مع مريض السكر. طب مريض السكر عنده كوليسترول، يبقى انا بموته. ان انا بعلي دهون، اللي بيعلى اقفل شريان يموت. وان كان برضه عشان يبقى احنا كده ايه، سبقنا الناس اللي بتتكلم دلوقتي. في بعض الابحاث بتقول ان الكوليسترول ده كان خدعه من خدع الزمن، بس هو خلينا نقول للناس الكويسه اللي خلينا دلوقتي لغايه ما نوصل البيانات الرسميه. دلوقتي السؤال، امتى اصلا الشخص يلجا للجراحه، وامتى نلجا لنظام غذائي؟ طيب سؤال مهم جدا. امتى تلجا للجراحه وامتى تلجا للنظام الغذائي؟ الجراحه ما هياش الحل الجذري للسمنه يا جماعه. الناس بتبقى معتقده هي حل جذري لزياده الوزن في الوقت. بمعنى انت كان وزنك 160 كيلو جرام، فقررت تعمل تكميم، تعمل تحويل مسار، ايا كان الاستراتيجي اللي انت هتشتغل عليها، اللي هي بتبقى بناء على دكتور الجراحه، مش انا، مش اخصائي التغذيه، ده راي دكتور الجراحه. قرر انه يعمل النوع ده من الجراحات، فانت نزلت من 160 بقيت 60 كيلو جرام. طب يعني 100 كيلو. بخصوص الجراحه، هو اغلب اللي بيعملوها بيبقى اصلا وراثه، يعني اللي بيلجا اعتقد للجراحه. لا لا لا، هي ما مش قصه وراثه. هو اللي بيلجا للجراحه انسان، سوري في اللي بقوله، ما عندوش عزيمه، ما عندوش اصرار، ما عندوش رغبه في التغيير، عايز حاجه سريعه جذريه، عايز ينجز، عايز ينام، يصحى يلاقي نفسه خلاص. بس بتفشل على فكره يا دكتور. يعني انا بشوف حالات كتيره قوي بتعمل عمليه التكميم بعد كده بتفشل، بل بالعكس ده هم بيزيدوا الضعف اضعاف. الله ينور. وما بيعرفوش بعد كده ينزلوا تاني نهائي، حتى ايفن لو عملوا دايت او جيم. يعني خلينا شويه نربط برضو زياده الوزن والتغيير في شيب الجسم، مرتبط ارتباط تام في ايا كانت الوسيله ايه، بالاصرار والعزيمه. صح كده؟ ايوه، رغبتك في التغيير. فانت لو عملت العمليه وانت اوريدي ما عندكش الثقافه او الوعي، او انت اصل احنا هي الفكره كلها في البرامج التغذيه في ايه؟ ان انت بتخوض التجربه مع المريض، وانت خلال التجربه بتوصل له الثقافه بتاعتك. بالظبط. عشان لما يوصل في الاخر، يعني ايه تثبيت؟ التثبيت برنامج بيتصنف بطريقه معينه بسعرات حراريه معينه عشان تمشي عليها، بس لو انت ما وصلتش للثقافه امتى تاكل كربوهيدرات معقده، امتى تاكل كربوهيدرات بسيطه، يعني امتى تاخد سكر، امتى تاكل عيش، امتى تاكل مكرونه، امتى تاكل رز. لازم تبقى عارف حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس، معدل نسبه الجلوكوز اللي موجود جوه الاكل، الرز قد ايه والمكرونه قد ايه. الكلام اللي بقوله ده كبير، بس لو انا المريض اللي قاعد قدامي ما خرجش من التجربه اللي بتبقى 7 8 شهور سنه بالمعلومات دي، فانا فشلت. فالعزيمه هي احد اسباب ان الناس بتبدا تلجا للعمليات. خرجت من العمليه بالميزان اللي انت فيه وبقيت 60 كيلو جرام والدنيا زي الفل، لو ما اتغير ده ما اتغيرش، هترجع تتخن تاني وهترجع تبقى المشكله تاني، وفرصه العمليه انت فقدتها. الفكره نفسها اوريدي خلاص. الفرصه صح، تمام. ده اذا انت استحملتها. فانت لازم تخوض تجربه الدايت مع دكتور فاهم وعنده علم، بس لازم يكون جود ليسنر، بيسمع كويس جدا، قاعد يسمعك في كل كبيره وصغيره، لانه اوقات بيبقى حل المشكله كلها حاجه نفسيه. ازمه نفسيه انت بتحلها له، خلاص ممكن الشخص ده تلاقيه 360 درجه اتغير جدا، تمام، بمجرد ان انت بتسمعه كويس. بيجي لي مشاكل كتير جدا حلها ما بيبقاش في تنظيم الاكل. ست بيت، انا بفضل طول اليوم ما باكلش وقاعده، بس جوزي بيرجع من الشغل الساعه 9 فانا بقعد اتغدى معاه، فالازمه مش فيها نهائي. الازمه في العمل للمصيبه دي، اللي عامل النفس ان هي طول اليوم قاعده لوحدها في البيت، فبتنتظر الزوج لاخر اليوم، فبتبقى الوجبه الرئيسيه بتبقى متاخره جدا في وقت الليل، فالموضوع فبتقعد تاكل. طب انت خدتي، انت جعانه، كلتي كل الاكل ده كله ليه؟ هو انت عندك تراك، عندك مسابقه هتحصل كمان ساعه، ولا عندك عايزه طاقه؟ ما الاكل ده ايه؟ طاقه. انت بتشحن طاقه، انت بتشحن لي الطاقه دي ليه؟ اللي هي اللي كنت عايز اقولها في الاول، المعادله المهمه جدا في الدايت اللي هو الانبوت والاوتبوت، اللي داخل واللي خارج. اللي بيلعب رياضه
غير اللي قاعد في البيت. أكيد. والطاقة دي على فكرة طاقة إرادية وطاقة لا إرادية، عشان الناس برضو ما تفكرش إن الطاقة دي جري وتنطيط بس. لا، ده الكلام طاقة، والتفكير طاقة، وشغل القلب طاقة، وشغل الأمعاء طاقة، كل دي طاقة. ما دي كلها محتاجة سعرات حرارية. ده أنت لما بتيجي تعرف البيزل ميتابوليك ريت اللي هو معدل حرق جسمك، البيزل ميتابوليك ريت ده وقت الريستنج وإحنا قاعدين دلوقتي، مش وأنا ببذل مجهود. طيب يا دكتور انت معلش للاسف وقتنا خلاص، احنا اتشرفنا بيه جدا، ان شاء الله هيكون في حلقه واثنين وثلاثه عشان موضوع السمنه مهم جدا وكل الناس عايزه تعرف السمنه قعدت ناس في بيوتها حقيقي والاطفال لا، وعايزين ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم فعلا عن سمنه الاطفال والتنمر اللي بيحصل لهم بسبب السمنه، واحنا مش عارفين نعمل كنترول على الوجبات السريعه. فشرفتنا في حب روقان، وان شاء الله نتشرف بيك الحلقه الجايه. طبعا يا دكتور نورتنا وشرفتنا، كانت حلقه دسمه جدا بناء على اللي كنا بنتكلم عليه، السمنه وزياده الوزن. موضوع كبير جدا يا جماعه، ليه مشتقات اكتر كتير من اللي احنا اتكلمنا فيها، يمكن الوقت يكون ما اسعفناش ان احنا نتكلم في كل النقاط. في نقاط تانية ان شاء الله هيتجدد اللقاء مع الدكتور رامي اكيد مره اخرى، واكيد هنحاول ان احنا نغطي كل البوينتس دي في حلقه تانية من حب روقان. شكرا يا دكتور نورتنا. للاسف وقت الحلقه معنا خلص خلاص، نتمنى ان احنا نكون اسعدناكم وما كناش ضيوف تقيلة على قلبكم. استنوا الحلقه الجايه ان شاء الله، وحلقه جديده من برنامج حبه روقان. السلام عليكم.